كالتهاني والتبريكات لكافة أطياف الشعب العراقي، وليس للشعب أو جزء من الشعب العراقي هو الطائفة المسيحية. الشعب العراقي هو عبارة عن فسيفساء واحدة، فنقول لكل أبناء الشعب العراقي ألف مبارك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد عام 2023. نسأل الله أن يكون هذا العام عام رخاء، عام سلام، عام محبة، عام الاقتصاد العراقي يتعافى من أزمته، وأيضا يعم الرخاء على الشعب العراقي. أتمنى أن تكون سنة خير وبركة لكل العراقيين، وأن يكون المواطن بمستوى المسؤولية لبناء هذا البلد الذي تألم كثيرا نتيجة المعاناة السابقة. ونتمنى أن يكون رئيس الوزراء كما عهدناه عند حسن المسؤولية لإيفاء بتعهداته في سبيل تحقيق عالم جديد يسود الرفاه والسلام في هذا البلد. العام والشعب العراقي والأسرة الصحفية بخير، وأتمنى عام سعيد على كل العراقيين وعلى كل الصحفيين، وبقيادة نقيب الصحفيين الأستاذ مؤيد اللامي الذي أولى اهتمامه لكل الصحفيين في كل المجالات ووفر كل الأجواء. يسرني باسمي شخصيا وباسم نقابة الصحفيين العراقيين والأسرة الصحفية العراقية، ونيابة عن السيد نقيب الصحفيين العراقيين الأستاذ مؤيد اللامي، أن نتقدم بأسمى آيات الاعتبار والتبريكات للعالم الإسلامي والمسيحي خاصة لمناسبة حلول رأس السنة الميلادية. نتمنى أن يزدهر العراق وأن يتقدم ويحذو خطوات كبيرة باتجاه التنمية والإعمار، بما يسهم في تعزيز روابط المواطن مع الدولة العراقية الجديدة، ونكون بذلك قد حققنا فرصا كبيرة من أجل التنمية والنجاح. نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى العالم أجمع، ونتمنى أن يكون هذا العام عام خير وسعادة، وخاصة على إخواننا الصحفيين. ونحن هنا في مقر نقابة الصحفيين نبارك لجميع العالم هذه المناسبة، متمنيا أن يزخر عراقنا العظيم بالتطور والتألق والنجاح، ونتمنى أن يديم الله نعمة الأمن والأمان على شعبنا وأمتنا عامة. نتقدم بالتهاني والتبريكات لكل الشعب العراقي ولكل العالم ولأخوتنا المسيحيين في العراق والعالم، ولكل زملائنا الصحفيين بمناسبة أعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة 2023. نتمنى تكون عام خير وبركة ورزق وسلام وأمان للجميع. يسعدني أن أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لكل الزملاء الصحفيين وللشعب العراقي عامة والشعوب العربية والإسلامية والعالم كافة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، وأتمنى أن يسود السلام في أرجاء العالم، وبالأخص في الوطن العربي والإسلامي. وألف مبروك لكل الشعوب بهذه المناسبة العزيزة. إنهن الشعب العراقي العظيم والأمة العربية المجيدة وشعوب العالم بأعياد الميلاد المجيد، وإنهن الأسر الصحفية وعلى رأسهم السيد نقيب الصحفيين العراقيين بهذه المناسبة ومناسبة العام الميلادي الجديد، متمنين للجميع الموفقية والنجاح في أعمالهم. نهن الشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة أعياد رأس السنة المجيدة، وكل عام وإن شاء الله الكل بألف خير. كل عام بخير إن شاء الله، وسنة سعيدة على كل العالم أجمع، وإن شاء الله سنة خير وبركة على كل الصحفيين وكل العالم إن شاء الله. نستبشر بخير إن شاء الله، تكون خاصة هاي الأمطار اللي صارت إن شاء الله خير وبركة على العالم جميعا.